السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مروة باسم جروب اي. تم انشاء هذا الفيديو لحل الاسايمنت الخاص بالاي بي فيرجن 6 ادريس هيراركي اند سمبل براكتيكال اكزامبل. في البداية ناخذ مقدمة بين الاي بي فيرجن 4 والاي بي فيرجن 6. ديبلوي فيرجن 4 1981، اما الفيرجن 6 1999. الادريس سايز 32 بت نمبر، اما الفيرجن 6 128 بت نمبر. الادرس فورمات دوتي ديسيمال نوتيشن، اما الفيرجن 6 هيكسا ديسيمال نوتيشن. البروفكس نوتيشن ديسيمال سلاش 24، اما الفيرجن 6 هيكسا ديسيمال سلاش 48. نمبر اوف الادرس 2 مرفوع القوة 32، اما الفيرجن 6 2 مرفوع القوة 128. الادرس تايب اوف الاي بي فيرجن 6 يتكون من ثلاثة انواع، هو اليونيكاست والمالتيكاست والانيكاست. اليونيكاست يتكون من قسمين اللي هو الجلوبال واللينك لوكال. الرينج الخاص بالجلوبال هو 2000/3 هوست تو هوست كوميونيكيشن كتطبيق. لينك لوكال يونيكاست يبدا بالرينج FE 80/10 كونكتد لينك كوميونيكيشن. المالتيكاست يبدا بالرينج FF 0/8 وان تو ماني كوميونيكيشن. الانيكاست سيم از يونيكاست. الانيكاست الابليكيشن بيسد انكلودينج لود بالانسينج اند ريدندنسي. الاي بي فيرجن 6 ادريس تايب كما بينا سابقا انه يتكون من ثلاثه انواع، هو الجلوبال واليونيكاست والمالتيكاست والانيكاست. وقلنا اليونيكاست ينقسم الى الجلوبال واللينك. مثال توضيحي على الانواع المذكوره، مثلا بي سي ارادت ارسال او طلب من بي سي 2 ضمن الشبكه الداخليه فانها ستستخدم اللينك لوكال ادرس. اما اذا طلبت البي سي خدمه من سيرفر خارجي على شبكه خارجيه فانها تستخدم الجلوبال ادرس. اما اذا ارادت ارسال اشعار لاكثر من حاسبه او جهاز داخل الشبكه فانها تستخدم المالتيكاست. اما الانيكاست هو التقنيه الجديده التي وجدت بالاي بي فيرجن 6 ولم تكن موجوده بالاي بي فيرجن 4. الانيكاست يعني اعطاء اي بي واحد لاكثر من سيرفر. مثلا اذا احتاجت بي سي خدمه من سيرفر واحد، السيرفر الثاني يكون يحتوي ايضا على نفس الاي بي وكوبي من كل البيانات الموجوده على السيرفر الاول، فان البي سي ستصل الى السيرفر الأقرب. وإذا ما حصل خلل في أحد السيرفرات، مثلا حصل خلل بالسيرفر الأول، لا يتم تعطيل النظام لأن السيرفر الثاني سيتم العمل. أما الـ addresses of الـ IP version 6 يتكون من 128 بت كما بينا سابقا. ال 128 بت مقسومة إلى 64 للنتورك اي دي و 64 إلى الهوست بورشن أو للانترفيسز اي دي. ال 64 الخاصة بالنتورك سيتم توضيحها حسب تقسيمات الخاصة، مثلا 12 بت أو 23 للموقع الجغرافي اللي قسمناه سابقا الى خمس مناطق عالمية. الاي اس بي 20 بت مع ال 12 يصيرون 32 بت، تعطى الموقع المحلي مثلا العراق على مستوى مثلا الهيئة الاتصالات. 16 بت للسايت مؤسسة كجامعة بغداد يصير مجموعهم 48. 16 بت للسبنت يتم مجموع ال 64 اللي هو حجم النتورك اي دي. اما الجزء الاخر ال 64 الاخرى الموجوده بالاي بي بالادرس الخاص بالاي بي فيرجن 6 فتكون خاصه كما بينا سابقا للانترفيسز اي دي اللي يكون خاص بالحاسبات الشخصيه او الاجهزه. الادريسز هاف سكوب، كل نوع من الادريسز يحتوي على مدى معين. الموضوع الخاص بالاسايمنت هو اللينك لوكال. اللينك لوكال مثل ما شرحنا سابقا 128 بت مقسومة 64، 64 مأخوذة منها 10 بت
من في اللينك لوكال، والباقي 54، 54 مأخوذ من عند 16 للسبنت، والباقي 38. الآن نتحول إلى التطبيق العملي للآي بي فيرجن 6. نقوم بإنشاء شبكة بسيطة مكونة من حاسبتين وسويتش، بي سي 0، بي سي 1 والسويتش. بمجرد تفعيل هذه الشبكة والدخول من خلال الكوماند برومبت IP config سنلاحظ اعطاء link local IP version 6 address لهذا العنوان. copy ايضا ال PC 1 command prompt IP config link local IP version 6 copy نلاحظ ان كلا الحاسبتين تم اعطاء IP FE 80 كما بينا سابقا. ال FE 80 يعني Link Local Unicast. للتأكد من امكانية وصول ال PC 0 الى PC 1 عن طريق ال IP version 6 نقوم باستخدام إعاز بينج. لاحظ إمكانية الوصول، والآن نعكس العملية. إذا استطاعت الـ PC 0 الوصول إلى الـ PC 1 عن طريق الـ IP version 6. أما ربط هذه الشبكة مع راوتر سيكون من ضمن الأسايمنت الخاص بالجروب الآخر. وشكرا لحسن استماعكم.